دكتور أيمن واتنين سؤال للدكتور إبراهيم. برضو عشان تبقوا مش ما تفاجئوش في الامتحان، إن شاء الله الامتحان هيبقى سهل، ما حاول نسهله بقدر الإمكان يعني. الامتحان أسئلة نظري ومسائل، بكده الايه بكده البارتس بتاعته. طبعا انت دربت مع الدكتور ايمن على المسائل كتير وحليت وشيت نزل، فبرضو المسائل مش هتخرج عن موجود ده. النظري بتاعنا وده النقطة، احنا ما بنحبش الرغي، الرغي كتير ده لا يفيد، ان اهم حاجة سكتشات وتكتب كلمتين او تيبل يبقى فيه كومبارزون كده تيبل، زي مثلا ما كان عندك مثلا الفرق بين الماب والفوتو ايه هي مثلا، تكتب ايه العناصر اللي بتفرق من هنا لهنا. عندنا برضو حاجات كتيرة اتقالت، في الأسئلة عندي أنا، أنت خدتوا الكونتراست إنهانسمنت الثلاثة بتوعه، ممكن يجي لك سؤال نظري ومسألة تشوف يديك بارت من إيمج أو تو بارتس من تو إيمج موجودين، ويطلب منك تجيب مثلا ستاندرد ديفيشن، يبقى الكورليشن بين التو بارتس دول. خدت في الكورليشن برضو، انا بحب عشان بس ما تهشي وتركز، طريقتين لحساب الكورليشن كوفيشنز. طريقه تراديشنال خالص ان انا بحسب الفارينس الصورة الأولانية، الفارس الصورة الثانية، وبعدين بجيب الفارس الجديدين، وبعدين بدخل في معادلة العادية ديت وأجيب الكوريشن كوفيشن. آخر أسبوع اداكوا معادلة، يعني دي على طول بتعوض فيها بتجيب الكوريشن كوفيشن. في بعض الناس يعني شكل المعادلة خضهم قوي، ما تخضش والله، لو سئلت في الحاجات دي ممكن نكتبها لك يعني المعادلة دي يعني بقول، لكن برضو افرض ما عرفتش اكتبها في الامتحان خلاص لازم تبقى عارف ازاي تطبق فيها، طبق في هذه المعادلة وتجيب الكورليشن كوفيشنت. الانهانسمنت تقدر تشوف في بعض حاجات خدتوها وشيت نزل في الكلام ده، فالحاجات دي يعني انت لو مسكت المحاضرات هتلاقي دايما في حاجات كده الواحد بيعملها نجمة كده ويقول لك خلي بالك بص على الحاجة دي احفظ الشكل ده. يعني مثلا اهو اشكال دي، شوف ده موجود على نجمة اهو مثلا، هو ده من زمان، او ده ايه ده المنصات بتاعت او ريموت سنسنج
بلاتفورمز، منصات التصوير بتاع الريموت سينسنج، وقلنا في سبيس بورن وفي اير بورن جراوند بورن. يعني مش هقول لك ارسم طيارة زي ما موجودة كده، بس تكتب بالشاتل اير بورن ستلايت صار، معنى كلمة صار طبعا هي حتى كتبها لك اهو، ساينتيتيك ابريتشر رادار، معنى كلمة يو اي في ان ماند ايريال فيكت اهي، اللي هي درون، اللي هي الطيارة، الطيارات اللي بدون طيار، اللي محظور استخدامها في مصر. الجراوند بيز ده اللي هو بيز اللي هو بتقف برادار، بتقف في كذا، قصدي بسكانر او ليزر سكانر، خدت التريسر ليزر سكانر. وعلى فكرة التريسر ليزر سكانر يمكن قالوا لك تريسيان ليزر سكانر TLS، ده الابريفيشن بتاعها اهو، تريستيريان ليزر سكانر. اهو TLS كابريفيشن، وممكن اتفرجتوا عليه في اخر يوم الاثنين اللي فات، شرح لكم او فرقك ازاي بيشتغل او ازاي بيربط الصور. هي مش لقطة صور، هي بتبقى عبارة عن دوتت بتتخزن، لان بيتبعت السيجنال بتتد تاني بيتخزن، فبتكون كده ايه point clouds سموها. ندخل على في برامج بقى تحلها وتقدر تطلع 3D shape. وبرضو يمكن احنا فرجناكو على الأناجليف، واتفرجتوا على بعض الصور بتاعت الأناجليف. وعلى فكرة النظارات دي المهندس مؤمن والمهندس آسر جدوا يعملوه، راحوا جابوا شفاف أزرق وشفاف أحمر، جابوا كرتون وقطعوه عملوه. أي نعم لقينا في المعمل عندنا منه، وشفتوا الرؤية المجسمة بتاعتها. حد ما شافش الرؤية المجسمة للأشكال دي ولا كانت واضحة وصريحة؟ هي اللي هو extract 3D information from 2D image، ده الأناجليف. كان شوفنا بوكت السيلوسكوب، ما جاءش جاب لك بوكت السيلوسكوب، جاب لك صورة ميزان، صورتين لميزان واحد موجودة، وتم تبص هتلاقي شكل الميزان مجسم قدام. إذن هنا برضو هنا شفت نجمة ايه، بيقول لك ايه ازاي، ايه هو الخطوات بتاعت الاكستراكت، او هي الميثودز اللي بتستخدمها للاكستراكت انفورميشن فروم تي دي لثري دي، من تو من 2 دي لثري دي. وكان البوكت السيروسكوب كان يتفرجنا على الميرور السيروسكوب، وخد لك الميرور السيروسكوب، وخد البارالاكس بار ورهولك، اللي هو يقدر يجيب يشوف النقطتين ويقدر يجيب البارالاكس بينهم، ويقدر من البارالاكس معادله البارالاكس يقدر يحسب ال 3D او الهايت اللي موجود. قد خدوه في محاضرات الدكتور ايمن كمان. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا طبعا ما عندناش سيستم، والله كان موجود بس يعني وقف، اللي هو بيشتغل بالبولارايز جلاس
كان عندنا موجود، بس للأسف حصل له دامج يعني. وعندنا كان السيستم اللي هو السنكرونايزد اي وير ده، اللي هو مع النظارة والحاجات دي، وكنا ابتدينا حتى كنت عملنا دورات تدريبية ودربنا الناس عليه. احنا ده كان كلام في الفوتوغرامتري، وابتدينا نتكلم في الروبوت سينسنج بالحاجات دي كلها. المعنى او عشان نتكلم عن روبوت سينسنج ذات نفسه، احنا عارفين ان هو تعريف كلمة الروبوت سينسنج ده مصطلح بيصف تقنية ومراقبة ودراسة والتعرف على الأشياء من بعد ما بلمسهاش، وذلك باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية. موجات كهرومغناطيسية دي هنشوفها دلوقتي ونشوفها خالص. ويتم بهذه التقنية الحصول عن معلومات من خلال جهاز ليس فيه احتكاك مباشر مع الأجسام المدروسة، وذلك بواسطة تسجيل الموجات الكهرومغناطيسية المنعكسة من هذه الأجسام. يعني لو ما فيش انعكاس مش هنشوف حاجة، وهنشوف أنواع الانعكاسات إيه. فهنا طبعاً كلمنا كان على الضوء المرئي، وقلنا إن في الضوء المرئي دول الباندز اللي أنا أخلي بالي منهم، اللي هو من الريد واليلو والجرين والبلو، طبعا بينهم الالوان السبعه بتوع الطيف دي بيسموها الوان الطيف. وبعدين هنا اي ار ده اللي هو الانفراريد عرفته، وبعدين الترا فاريوت، وبعدين فار الترا فاريوت الاشعه الفوق بنفسجيه. وده الويف لينس بتاعها اهو. اللي أنا عايزك تعرفه التلاتة اللي أنا حاطط عليهم شرط دي، الريد والجرين والبلو، لأننا كل لون من الألوان الطيف دي اللي هي من النطاق بتاع الفيزيبل سبيكتروم له خاصية معينة، أو بيقدر يكتشف لي أو أعرف منها حاجة معينة. الريد بيدلل على حاجات هنشوفها دلوقتي، الجرين، البلو، الانفراريد، الفار انفراريد، النير انفراريد، الالترا فايلوت، ودي كل ده هنشوف النطاقات دي. كنا اتكلمنا على الكارر جروب كيوب، واتكلمنا على السي ام واي كي اللي هو البريد سبستراكتيف كولر والاجتيف كولر لما تجمع الالوان على بعضها، لان الطيف او الالكترومجنتيك سبيكتروم اللي ماشي ده في الفيزيبل رينج بيحصل ميشنج للالوان اللي موجوده دي. يعني هو ممكن يعمل سكاتر ليها او يعمل فصل يا سيبريشن ليها. السيبريشن اللي بيحصل ده بيحصل بخلال فلترز اهي. يعني هنا ده بيعمل سيبريشن للالوان، او بيسموها ده الكلر فلتر. ايش الاحمر ده؟ ايش ده؟ وحتى جاب هنا الثلاث ألوان بتوع الكالر الأساسيين. ما هو الRGB ده بتاع الديسبلاي، بتاع السكرين، بتاع التلفزيون اللي تتفرج عليه يقول لك ده RGB. إنما الثاني CMYK كده يعني بلاك على فكرة. كي ما هو ده أدي السي M
وادي الواي وبعدين الكي ده اللي هو الاسود اهو. يالو اجل انت ام السين كويس وادي البلاد دي كده يا رمز كي هو اهو سي ام واي اي ثلاث الوان السيان المجنتا اليالو وبعدين الكيدية تعبر عن البلاك كويس. احنا بنتعامل مع الكتروماجنتيك سبيكتروم بتعامل مع فيزيبل لايت فلازم اعرف الالوان والميشن بتاعها وانا عايز مثلا احط فلتر عشان يطلع لي لون معين ما يقوم يفصل يعمل عاد صغير ده جهاز بيعمل عملية الفصل. فتوصل لها هنا هو الصورة بتيجي أو الشعر بيدخل الالكتروماجنتيك سبيكتروم أو ويف بتدخل على الأحمر ينقي منها كل الألوان ما عدا الأحمر يخليه يبرره. وهنا الويف الثانية دي علشان تعمل تقلل من الدينستي من شدة الاصطداء اللي موجودة او الضوء. وبعدين في هنا الشطر ده اللي هو الغائق لان هنا هو في السي سي تي ديتكتور وورا الحاجة دي يعني اللي هي الحساسات الضوئية CCD اللي احنا كنا عليها قلنا charge coupled device. لو عايز انا اخد اللون الاحمر احط الفلتر الاحمر بحيث يبعد كل حاجة ما عدا اي حاجة حمراء هتتمر نهوت وهتيجي على الحساس ده لما تتجمع تطلع نهوت وعلى السكرين يقدر اليوزر يشوفها ويتحكم. انا عايز الباند الاحمر بس عايز الصوره في الباند الاحمر كل ما هو يخص تاثير اللون الاحمر يبقى الصوره دي موجوده وزي كده ايه دي ريد ايمج او بلو ايمج او جرين ايمج لما يعمل ميشنج او تجميع ليهم يطلع الار جي بي يشوف الصور الملونه بالاصوات باللون الطبيعي اللي موجود. وهو حتى دي بتشرح الكلام ده بتشرح الديجيتال ديسبلاي اللي هو الدي ان اللي هي بتاعت البيكسل. وهو هنا برضو شوف حط المنشور ده بسمه كولوميتر ده السورس بتاعنا هنا هيدخل على المنشور بيعمل السبع الوان بتوع الطيف بياخد هو بنص الفلتر لون معين ويجيبه على الديتكتور والديتكتور شبه الاستضاءة ديت او شبه اللون دي تديله رقم يديله الديسبلاي لو قوي يديله رقم اعلى لو ضعيف بعد لو ما فيش يديله صفر. فدي الكومبوننت ايه لكل متر كل متر. دي هنا الرسمه دي هي الكومبوننت بتاعه الريموت سنسنج. انت عندك اليمونيشن الاليمونيشن دي على فكره هنشوفها كمان شويه يا اما مصدر طبيعي يا إما مصدر صناعي معمول وهنشوف ده إيه وده إيه. ده مصدر طبيعي هو الشمس الصن هتطلع أشعة هتيجي على السيرفس اللي إحنا عايزين
نكتشفه أو نعرف خصائصه بتحصل ارتداد أو انعكاس في كاميرا، كالر كاميرا بتاخد الصورة ديت وتطلعها على مونيتور، وفي الهيومن أوبزرفر يقعد يبص عليها. السيستم ده لو هنا ديت الصن بيسموه باسيف سيستم، باسيف سنتر سيستم، لان احنا ملناش اي يد في الاضاءه. اشعه الشمس الطبيعيه طالعه بتنور، طالع منها الكترومغنيتيك انرجي او الاشعه زي ما بقول، بتسقط على الهدف السيرفيس ده الهدف، بتنعكس طبعا. هنا بقى السيرفيس ده هنشوف كمان شويه على نوعه ايه، يعني هل ممكن السيرفيس ده يمتص كل الاشعه ما يعكسش حاجه؟ يبقى مش هتشوف حاجه. كويس، ممكن يعكس الاشعه كلها زي ما جاله رايحه، يقطع شده اسطاع عاليه تشوفه كده ايه، بقعه بيضه كده في الشاشه. ممكن يمتص شويه ويعكس شويه، يبقى ايه، يقدر يبقى لي كاركترستيك نقدر نشوفه. ده تيبيكال ايمج بروسيسنج تشين، لايت ريفلكتس فروم ا سيرفيس or collection of surface. وقال لك the slide is recorded by the color camera اللي هي دي and stored in digital form. The digital image is processed by the computer and rendered on a color monitor. ده color monitor اهو. فده ده لو احنا فيجوال انتربريتيشن على المونيتور على طول مش على الصوره. هنا بقى زي ما قلت لك انا هكلمك عن النطاقات المختلفه اللي موجوده. يعني هنا اهو الشعاع الاخضر الازرق ده برضه عايزك تعرفها. طبعا ممكن تلاقي الكلام هنا صعب، انا الجدول ده على فكره عاملوا لك بالعربي تحت هتشوف، عشان ممكن تلاقي يعني يقول لك ان الويف لينس رينج من بوينت 45 لبوينت 52 اللي هي نانو متر، يدي اللي هو الويف لينس البلو، يقول لك يشوف السويل ويشوف فيجيتيشن ويشوف كل الفيتشرز الموجودة دي. لو جرين لو من 52 ل 60 جرين فيجيتيشن مابينج، ويشوف الفيتشرز بتاعتها والأربان اريا والكلام ده كله. لو ريد اللي هي بتاخد من 63 ل 69 من 100 بيشوف الأشجار والأوراق هل هي هيلسي ولا مريضة، الحاجات دي كلها. هتلاقي كل نطاق من الموجات الانفراريد الثيرمال الحاجات الحرارية دي كلها تبقى نشوف كده. لما اشوف اللي انا مترجمه لك هنا شوف بس كده وبعيد شوية. ده جدول اهو اللي انا كنت بكلمك عنه، يعني اهو من 45 52 الازرق
اختراق الأجسام المائية، رسم خرائط السواحل، تمييز التربة عن النبات، أشجار مسقطة عن النبات. احفظ ده يا سيدي. النطاق بالماكرو اللي هو الأخضر الأحمر، الثلاث ألوان اللي أنا قلت لك خلي بالك منه. هنا هو في الضوء المرئي الأحمر ده بيساعد الحساسية لامتصاص الكلوروفيل في هذا المجال على تمييز النباتات. يعني في نباتات بتبقى نسبة الكلوروفيل فيها عالية، تبان بلون، تبان واضحة، تبان ظاهرة، تانية بتبقى لون أو جري بتاعها أو شدة الإصلاح بتاعتها بتبقى قليلة. الحمراء المنعكسة تقدير الإنتاجية للنبات السليم وتحديد الأجسام المائية. قياس الرطوبة، النقاء النابي ومش عارف إيه. تحت الحمراء الدراسات الجيولوجية وتمييز أنواع الصخور ورسم الخرائط الحرارية للمياه. تحت الحمراء الحرارية رسم الخرائط الحرارية، قياس رطوبة التربة والإيجاد النباتي. يبقى هو بعض المجالات الطيفية المستخدمة في الاستشعار عن بعد. هنا لو احنا شفنا، خلينا في دي دلوقتي قبل ما نطلع فوق كمان، الموجة الكهرومغناطيسية هي عبارة عن ساين ويف، بس عبارة عن موجتين، موجة طولية وموجة مستعرضة. الموجة المستعرضة دي اللي هي عمودية عليها هو ده بيسموها الماجنيت فيلد، وده الثانية الإلكتريك فيلد اللي هو الإي والإم. الموجتين دول ماشيين مع بعضهم متزامنين، هما ده ماشيين بسرعة الضوء. سرعة الضوء يا جماعة 300,000 كيلومتر في السكند، وأنا حاجتين، طول الموجة والفريكوانسي بتاعها بيأثر. طول الموجة والفريكوانسي، الفريكوانسي اليونتس بتاعته الهيرتز اللي هو تردد بتاعها هيرتز، كام هيرتز. والاثنين دول على فكرة يا جماعة السي لسرعة الضوء هتساوي التردد طول الموجة في التردد. ما عرفش بدي رمز التردد ايه، بي اي حاجة. ده سرعة الضوء، ده طول الموجة، ده التردد. سرعة الضوء ثابتة، يبقى لو زاد طول الموجة التردد هيقل، لو نقص طول الموجة التردد هيزيد، وهكذا والعكس، لأن تناسب عكس مع بعضهم. وده هيفيدنا في لما نيجي نتكلم عن أشعة الجاما والأشعة السينية، طب والميكروويف، طب وأشعة الراديو. دي كلها نطاقات أو أطوال أمواج موجودة. طيب هنا بقول لك العناصر الأساسية لنظام الاستشعار اللي هو مصدر الشعاع ومسار انتقال الأشعة والتارجت وجهاز الاستشعار، دي العناصر الأساسية. وهنا الباسف والأكتف. إيه بقى الباسف ده؟ لما الأشعة تكون الشمس، ده بيبقى في الأكتف السنسور اللي بيلقط، هو اللي بيبعت شعاع فيقوم يسقط
يسقط على الهدف ويرجع تاني، يبقى ده الاكل. مثلا سي الليزر سكانر اللي انتوا اتفرجتوا عليه يوم الاثنين، بسخ ولا اكتف؟ حد يقول اكتف. اكتف، لان انت عشان تشغل الليزر بتحط بطاريه وتفتح الليزر يقوم يولد الكترومغنيتيك ويف، تطلع تروح على الهدف تخبط في الهدف وترجع تاني واكتف. انما الباسف ملناش اي علاقه بيه، انا باخد الضوء بتاع الشمس ربنا خلقه وبيعمل العمليه دي كالسنسور. فاذا هنا ده زي ما اقول لك استخداماته، ده مهم جدا. برضو في حاجة تانية مهمة جدا اللي هي الريزولوشن. هتلاقي طبعا فوق في المحاضرات والحاجات دي الكلام موجود، بس تعالى نفهمه هنا. انا ملخصه لك عربي كده على اساس انك طبعا انت تجاوب العربي بالانجليزي زي ما انت عايز، بس الصيني لا، انما لو جاوبت بالالماني اوكي برضو. الدقه او الريزوليوشن، الدقه التمييزيه او قدره التمييز، عباره تعني قدره النظام البصري لجهاز التحسس اللي هو السنسور على التمييز بين الاجسام المتشابهه بعديا او طيفيا. وعلى ضوء ذلك هناك أربع أنواع من الدقة التمييزية، في Spectral Resolution، برضو ده من ضمن محطات الأسئلة، وفي Spatial Resolution، وفي راديومتريك ريزوليوشن، وفي التيمبرال ريزوليوشن. يبقى دول الاربع حاجات. السبيكتر ده يتعني مدى وعدد اطوال الموجات في الطيف الكهرومغناطيسي التي يمكن لجهاز الاستشعار عن بعد ان يتحسسها، يقدر يعرفها. كمثال، فان الدقه التمييزيه للفيلم البانيكروماتيك ده يعني ايه؟ ابيض واسود، الابيض اهم حطه حتى وكده، تقع في المدى من 0.4 ل 0.7 مايكرومتر، حيث يسجل جهاز التحسس كل الضوء المنعكس بواسطة الأجسام من كذا لكذا فقط. ده البانكروم اللي هو جمع الألوان على بعضها وطلعها، طلعها بس طلعها بأبوز. الدقة التمييزية المكانية السبيشال ريزولوشن هي أصغر مسافة على الأرض يمكن الاستشعار عن بعد أن يميز بها جسمين متجاورين. يعني لو في عربيتين واقفين، في بعض السنسورز تعملهم كأنهم هدف واحد، يبقى هنا السبيشال ريزولوشن بتاعتها وحش. ممكن يعمل فصل وتقدر تشوف ده وده. وتسمى أيضا بالتحليل المكاني. فمثلا جهاز الاستشعار الموجود في القمر الصناعي الإيكونوس يمكن أن يميز الأجسام على الأرض على مسافة 1 متر، وهذا الرقم هو نفسه البعد المربع للمسقط الآتي لمجال رؤية الجهاز.
طبعا يعني إيكولس أشوف متر في متر، طبعا أي حاجة أقل من متر في متر ما بيشوفهاش، لكن هو أقل مسافة يقدر يشوفها بعد متر في متر. طبعا ده 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 من زمان. دلوقتي في وورد فيو بيشوف 30 سنتي. طبعا دي كلها الأقمار المدنية. الأقمار العسكرية بتشوف دلوقتي 5 سنتي. يعني لو أنت عندك هدف أو حاجة مسطرة أو ألم يكشف لك الألم ده ويطلعه ويشوفه ويطلعه في الصورة ويبقى واضح في الصورة. بس بيبقى الصور دي تكلفتها عالية جدا من ناحية الستورج ومن ناحية الريزيديو البروسيسنج بتاعها، عايزة سوبر كمبيوتر عشان يشتغل، لأن بتبقى حجم الصورة بيبقى كبير جدا. فهنا السبيشال ريزولوشن في راديومتريك ريزولوشن اهو، هو مقياس حساسية الكاشف أو السنسور للاختلاف الذي تحدث في قوة الإشارة الكهرومغناطيسية أثناء تسجيلها للأشعة المنعكسة من الأرض. فمثلا جهاز الاستشعار المتعدد الأطياف في القمر اللاندسات 5 يمكنه تسجيل الأشعة المنعكسة في بدل 8 بت 6 بت، أي 64 مستوى من تدرج الرمادي لجري سكيل. يعني إيه؟ لو 6 بت يعني 2 أس 6، لما 2 أس 6 هتلاقي 64. لو 8 بت 2 أس 8 اللي هي 256. الكلام ده قلناه، فهنا ممكن يشوف 256 نطاق، هنا بيشوف 64 نطاق. في على فكرة نطاقات 11 بت و12 بت و16 بت دي بتبقى بيسموها المالتي أو الهايبر سبيكتروم أو هايبر سبيكتروم إيميجز، تبقى نطاق مقياس الأطياف بتاعتها تبقى عالي جدا، بتحسه من شكل الصورة بعد نقطة. في هنا بقى آخر واحدة اللي هي temporal resolution. temporal resolution ديت انت عارفين القمر الصناعي على فكرة، يعني احنا لو اتكلمنا عن التكنولوجي بتاعت القمر الصناعية هلاقي كتير، بس هصنفها كده لتقريبا صنفين. صنف سنكرونايزد بلف حوالين الأرض في مسار دائري أو إليبس، والأمر بيشتغل بلف وبيرجع لنفس المكان في بعض الأقمار اللانسات بعدها من 14 ل16 يوم، يعدي على نفس المكان اللي عدى عليه من 14 يوم. ده الدوران بتاع القمر حوالين الأرض. فلو القمر ده عدى مثلا سي وجي عندي خد لقطة لأهرامات الجيزة النهاردة، أمر الأهرامات الجيزة بينا في الصور، يقعد بعد 14 يوم هيعدي على الأهرام تاني يصور. فلو في أي مشكلة حصلت خلال هذه الفترة من الزمن اللي هو 14 أو 16 يوم، يقدر تكشفها
انك تشوف الصورتين تقدر تشوف الاختلافات اللي بينهم. عمليه انه يرجع تاني للمكان ودقته قد ايه، ده بسموه التمبرال ريزوليوشن. تمبرال اللي هو زمني، تمبرال زمني، وهي بقى طبعا تعريفه هي تعني المدة الزمنية التي يأخذها جهاز التحسس ليغطي نفس المنطقة، وهي ذات أهمية كبيرة في مراقبة التغيرات الفيزيائية التي تحدث لمنطقة معينة في فترات زمنية متتالية، مثل التدهور البيئي أو رصد الكوارث. كمثال على ذلك، القمر الصناعي لاندسات 5 يمكن أن يصور نفس المكان بعد 16 يوم من التصوير الأول، يعني يرجع تاني ويصور كده. في نقطتين من الأقمار بقى، اللانسات دي والأقمار ديت اللي هي سنكرونايز ديت، وارتفاع عن الأرض لغاية 900 كيلو، يعني من 450 لغاية 900 كيلو. في أقمار بتبقى على بعد 30,000 كيلو وسنكرونايزد مع الأرض، يعني هي بتوجهها على أريا معينة وفتح عدساتها عليها، بتلف الأرض، هي بتلف مع الأرض، بتفضل دايما الأريا دي متغيرة. ده بيسموها جيو ستيشنري ساتلايت، ودي بتبقى البعد بتاعها عن الأرض حدود 30,000 كيلومتر، ودي أشهرها الأقمار بتاعت النوى، نوى أو بتاعت الإيه الوزر الطقس. أقول لك جاءتنا صور الأقمار الصناعية نوى ولا نين، إن في أمطار في المنطقة هيبقى كذا، هي رصد الكلام ده، هو رصد الكلام ده، لأن هو مسلط نفسه على منطقة معينة، ممكن منطقة الشرق الأوسط، ممكن منطقة جنوب أمريكا، ممكن منطقة في أوروبا. فإذا دي مجموعة أقمار على بعد 30,000 كيلو متر جيوستيشنري، يعني بتتحرك مع الأرض، يعني المكان ده ما بيتغيرش، اللي هو فاتح عدساته عليه ده شايفه على طول ما بتغيرش، وبالتالي يبعت بيعمل برودكاستنج ويبعت الصور بتاعه الوزر ذات نفسها، العواصف، الرياح، الامطار، واتيفر، كل ده. دي بيسموها الاقمار اللي هي بتاعه الوزر او المناخ. في اقمار بتاعه جي بي اس دي برضو ارتفاعها بقى 30,000 كيلو، بس دي بتدور حوالين الأرض وبتبعت سيجنال يقوم يستقبلها على الجيفر بتاع جي بي اس ويحللها ويطلع الإحداثيات بتكنولوجيا معينة، ويقدر يقيس تاخد حجم من 4 أو 5 أقمار السيجنال ديت ويعملها. بس ما علينا، دي مش أقمار ريموت سينسي، أقمار ريموت سينسينج ديت أقمار بتبقى بتدور حوالين الأرض في مسارات، وبتبقى متزامنة مع الشمس ذات نفسها، بحيث عملية التصوير تتم كلها في ضوء النهار وتاخد الصور بتاعها. بعينة وارتفاعها حوالي 800 أو 900. طيب اخر حاجه هنا في الـ في الـ في المحاضره دي، العربي اللي انا عاملها، مصادر المعلومات في الاستشعار عن بعد. كويس، برضو من ضمن حاجات اللي يعني يا ريت تدرس الجداول دي او الدياجرام ده. في نوعين من المصادر، مصادر فوتوغرافيه ومصادر غير فوتوغرافية. مصادر فوتوغرافي يعني صورة، فوتوغرافي
يعني صورة، صورة تاخده على فيلم. هنا الأفلام العادية الأبيض والأسود تلاقي فيه منها مصور، الأفلام الملونة العادية، الأفلام للأشعة الحمراء، أفلام الملونة طبعا دي أبيض وأسود. الصور متعددة الأطياف الموجودة دي كلها بتبقى مصادر نقدر نستقي منها المعلومة في نظام الريموت سينس. المصادر غير الفوتوغرافية بتنقسم لقسمين، وسائل جوية وسائل فضائية. الجوية دي بتبقى أقل في الارتفاع عن الفضائية. هنا هو الالتقاطات متعددة الأطياف، لقطات يعني سكانر، سكانر أو الميكروويف. الميكروويف ده منقسم لرادار وراديومتر. بيطلع الرادار ده بيطلع موجات طبعا تحب بس اكتف. الرادار والراديومتر دول اكتف سيستم، دول اكتف سيستم في الميكروويف والرادار دول وسائل جوية عشان يبقى في طيارة على ارتفاع معين منها. في الوسائل الفضائية اللي هو الوسائل المأهولة لها ساتلايت، يا إما بيبقى فيه بني آدمين أو الوسائل غير المأهولة اللي بيطلع ساتلايت لوحده كده وبيبتدي يصور ويبقى ده. كل دي بتبقى هي المصادر بتاعتنا بتاعت المعلومات في الاستشعار عن بعد. وهنا ده عرفنا مصادره، عرفنا الريزوليوشن وإحنا ماشيين، وعرفنا شكل الموجة اللي موجودة هنا. في بعض حاجات كده لقطات كده كنت جايبها، مثلا هنا الجدول ده جدول ظريف جدا، جدول أهم استخدام مكونات الطيف الكهرومغناطيسي. إيه بقى؟ عندك الإشعاع أو الشكل بتاعه والاستخدام، موجات الراديو، الاتصالات اللاسلكية ونقل موجات الراديو في الملاحة البحرية والجوية، تسمع الأغاني وتسمع المزيكا وتسمع كل حاجة، ودي مثلا من المسج ومن كذا فبيستخدم موجات الراديو. موجات الميكروفون اللي الميكروويف بتعشر في أفرام الميكروويف بتطفي الطعام، تسخن الأكل، إرسال معلومات واستقبالها عبر الشبكات الهاتف البقال دي بيسموها ميكروويف. الموجات تحت الحمراء، أجهزة التحكم عن بعد والمناظير الليلية والتصوير الفوتوغرافي الحراري، الضوء المرئي، رؤية الأشياء والتصوير الفوتوغرافي. الموجات فوق البنفسجية، تكوين فيتامين د في جسم الإنسان، تعقيم الهواء والماء والأدوات الطبية لما يعمل فصل للموجات دي، الأشعة السينية، تصوير كسور العظام والكشف عن الشقوق في الفلزات وأجسام الطائرات، أشعة جاما، الطب وعلاج السرطان بالقطاع على الخلايا السرطانية وقتل الجراثيم. دي كلها مجالات الكهرومغناطيك ويف. دي الإشعاعات دي تلاقي دول بقى واقعين فين الكلام ده. سيبك من الكلام ده كله. قبل ما امشي في ملحوظة جميلة قوي كده شفتها. انت عارف السبيد اوف لايت اللي هو 300,000، مش 300 في 10 اس 6 ملي في السكند، او 300,000 كيلو متر في السنة. لما جابوا الكوردنس بتاع هرم الجيزة النورث كورنس طلع حاجة غريبة قوي، طلع هو بالظبط سرعة الضوء. شوف
شوف كده قارن قارن الرقمين منه. يعني دي برضو علامة استفهام كبيرة قوي لما تروح بجهاز جي بي اس وتحتل قمة الهرم الأكبر، هتطلع النورس بتاعه، طبعا بيطلع من نورس وإيست عشان احنا في نص الكرة الشمالي، هيطلع النورس بتاعه هو سرعة الضوء، شبيه بسرعة الضوء بنفس الأرقام أهو 2 9 9 7 9 2 4 5 8 نفس الأرقام. فيعني دي برضو علامة استفهام، عشان بيقولوا إن الفراعنة اللي بنوا الهرم، الهرم ده تقريبا في حاجة غريبة. يعني لو عدنا نتكلم ونعدد زوايا الأوجه بتاعت الهرم، هي الجهات الأصلية بالظبط، وجهة بص ناحية الشمال، تاني جنوب، تالت الشرق، تالت الغرب، بالظبط كأورينتيشن، ما فيش معجزة برضو تطلع إحدى المعجزات اللي موجودة. طبعا القرآن يا جماعة أنا مش عادة فيه أبحاث كتيرة، هو حسب ودانا سرعة الضوء، وفي مدلولات كتيرة بس أنا مش عايز أخبط فيها، أنا مش عالم قوي يعني في الحاجات دي. هو شوف برضه بقول لك هنا حاجة، بقول لك هل تعلم تبلغ سرعة الضوء في الفراغ 299.792 كيلومتر في الثانية، أي كذا، ونظريا لا يوجد شيء باستطاعته السفر أسرع من الضوء، وتبلغ سرعة الضوء أكثر من حوالي في الساعة. وإذا صفحت السفر بسرعة الضوء فبإمكانك أن تدور حول الأرض 7 مرات في الثانية الواحدة، يعني تلف الأرض 7 مرات في الثانية الواحدة. ده عشان تقدر السرعة بتاعتك. على فكرة في سرعة تانية برضو بتلخبطنا، سرعة الصوت. سرعة الصوت اهي، شوف اهي سرعة الصوت 340 متر في الثانية، الضوء 300 كيلو متر في الثانية، يعني شوف في فرق رهيب. ولذلك احنا بتقدر تلاحظها، وكان بيقولوا لنا زمان البرق والرعد، انت قاعد بتبص تلاقي الدنيا نورت كده، حصل فيه في أيام الشتاء، وبعدين بعديها الكركعة بتحصل، هما الاتنين حصلوا في نفس الوقت، السحابة دي والسحابة دي خبطوا بعضهم في نفس الوقت نتيجة الخبط، لأن اتنين نيجاتيف مثلا فبيطلع شرارة، بيطلع البرق احنا بنشوفه الاول، لكن وهو طالع البرق بيبقى فيه الرعد ذات نفسه اللي هو صوت الرعد. فده بنسمع صوت الرعد بعد رؤية البرق، يعني بنشوف الشعاع اللي جاي نتيجة التصادم بتاع السحاب كويس الاول، وبعدين نسمع المشكلة. ده السكيل بتاعنا، مش عايز برضو أعقدك في حاجة. في بس حاجة تانية، دي طبعا مسائل بتعمل تساعد بيها، شوف هنا برضو ده عايزك تتمتع شوية بيه. يا عم الشباب بص هنا كده، ادي الجاماري وده الاكس راي وده الالترا فايلت وده اللي هو الفيزيبل لايت، وبعدين هنا انفراريد، وبعدين هنا الميكرويف والراديو
والتي في واللونج راديو ويف، طب بتاعت الموجة الطويلة والموجة القصيرة والموجة الاف ام. بص كده فوق كده، ده شكل التردد بتاع الموجات. لان هنا اهو انت عندك الويف لينس كده بيكبر، بيقوم التردد فريكوانسي تصغر. ان اهو الويف لينس صغيره 10 اس ناقص 16، هتلاقي ان هو اصل الرايت، هتلاقي ان هو الفريكوانسي كويس بقى كتير بالهيرتز. هنا الهيرتز طبعا هنا عدد الموجات ساين ويف اللي معديه في ثانيه واحده، قدام حاجه في ثانيه واحده. هنا تلاقي العدد كتير، هنا تلاقي العدد صغير. طول الموجي كويس، هنا هو الميكرويف او هنا تقريبا 10 اس 2 يعني 100 متر. ده طول الموجي هنا في الراديو ويف وهكذا. فدي تدرسها تديك الفيزيكال مينينج بتاع شكل الويف او الماجنتيك ويف. هو حتى لخصها انا هو قال لك موجات الراديو طويله ترددات منخفضه، ان هو لما قصيره ترددات عاليه. يعني تردد عالي يعني الفايبريشن بتاعته او الهيرتز عاليه جدا. وده كده المثال ده برضو هنا هو شكل الويف ده مالناش دعوه بيه. اما عمك اينشتاين كان في جدل زمان قام بين الفيزيائيين من القرن السابع عشر فيما اذا كانت ضوء جسيما او موجه، يعني جسم حاجة بارتكلز كده أو موجة ويف. ولقد كان العالم الفيزيائي الإنجليزي إسحاق نيوتن أول من أعلن أن الضوء هو عبارة عن جسيم، بمعنى أنه مؤلف من جزيئات دقيقة من المادة. ثم حاول الفيزيائي الهولندي كريستيان هاينز أن يبرهن على أن الضوء ينتقل على شكل موجات، متجاهلا بذلك نظرية نيوتن. انتبه. وفي عام 1900 حطها بقى، طرح العالم الفيزيائي الألماني ماكس بلانك، وده مشهور قوي في ألمانيا، ثنائية الموجة. قال لك جسيم اللي هي سموها نظرية الكم، هي الموجات تسلك سلوك كل من الموجات والجسيمات. حل المشكلة، جمع الاثنين مع بعضهم وقال إن هو فعلا جسيم مع موجة، يعني تحس كده بارتكلز موجودة. دي بقى أنا يعني عايزك تعرفها كويس قوي، شكل الشعاع اللي جاي ترانسميشن ينتقل، يبقى ينتقل الشعاع تسقط على السطح أهو اخترق السطح ومش مفيش أي حاجة. ممكن في سطح هنا هو بيسموه ريفليكشن، بيسقط وينعكس بنفس القيم. في ريفراكشن انكسار، بيسقط ويحصل بنتريشن، بس منه مشي في وسط غير الوسط ده ما بيحصل له انكسار. في ديفراكشن، بيسقط على السطح وبيتشتت، مش تشتت، يبتدي يتوسع او ينحرف بجميع الاتجاهات. في absorption، يدخل ويمتص بالكامل، ما يتلاقيش له اثر بعد كده، يعني ليس له اي اثر.
في سكاترينج التشتت. فإذا هنا لو أنا سألتك في حاجة زي كده، كل اللي تعمله الأشكال دي تحفظها وتعرف مدلولها إيه، يعني إيه ترانسميشن، يعني إيه ريفراكشن، يعني إيه ريفليكشن، يعني إيه ريفراكشن، يعني إيه ديفراكشن، يعني إيه أبزورويشن، يعني إيه سكتر. هتبقى عارف الكلام ده كله. ماشي، ده حاجة. هنا شوف الشعاع الساقط، بعدين لو انعكس زاوية، زاوية الانعكاس، لو انحرف أو انكسر في زاوية الانكسار. ده عادة أخذناها في الفيزيكس على طول. دي بتالي احنا أخذناها هنا. هتلاقي هنا أنا مديك مجموعة، إيه هو الباسيف سنسور اللي احنا حطيناه، اللي هو الشمس، خصائص بتاعته موجودة هنا، وآدي شكله، آدي الصن هي بتطلع الشعاع. الشعاع ده بيحصل راديشن كده أو سكتر نتيجة مرور في طبقات الجو، بيجي على الأوبجكت، يا إما في بعض الأوبجكت بتأبزورب الكلام ده، يا إما في بعض الأوبجكت بتشتت الكلام ده، يا إما في بعض الأوبجكت بتعمل ريفليكتنس، بتطلع على السنسورز اللي موجودة أو الكاميرا أو السنسور اللي موجود في الطيارة أو في السرايد، بياخد ترجعها على المحطة بتاعة الأرصاد دي، يحصل فيه. فده الباسف هنا. واكزامبل ليها جاماري سبكتروميتر، فيديو كاميرا، فوتو كاميرا، وزاوية فلاش. طبعا لو أول بفلاش هيبقى بس أكتف، وزاوية فلاش شارل أكتف، مالتي سبكتر سكانر، إيميجينج سبكتروميتر، سيرمان سكانر، راديوميتر. دي كلها إكزامبل على الباسف سنسور. الاكتيف سنسور زي ما قلت اللي هو ساتلايت، هيولد ده موجات تخبط في الارض، هترجع تاني هيبتدي يستقبلها. واذا هنا في جنريت للكلام ده، اهو بيحصل فيه جنريشن وبتتنقل ريسيفت سيجنال، يبقى هنا ترانسميتد سيجنال وريسيفت سيجنال وتعمل كده. اكزامبل على دي، على الاكتف الليزر سكانر، عشان لسه واخدينه زمالك ده، رادار التيميتر، دوبلر رادار، اتموسفيريك ساوندر، ايميجينج. دول اكزامبلز على الاكتف سنسور. وهنا في اكزامبل على الباسيف سنسور، واكزامبل على الاكتف سنسور. وايه هي الباسيف؟ زي ما قلت لك الصن. الاكتف ديت بيبقى جينيريت الكترومغنيتيك انرجي، بيطلقها بتصطدم بالتارجت بتطلع عندي الكلام ده. اذن هنا طبعا هتلاقي الكلام ده اصلا انا شرح او انا شرحته تحت بالعربي، فتقدر بس الحاجات دي ما عندك تبص عليها وتقرا، وان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله. في اي اسئله؟ شوف هنا برضو الصوره دي جميله قوي، ديت المين تايب اوف راديشن بروسيس ان ريموت سينسينج. ادي الشمس اهي، طبعا السيستم ده اول ما تشوف ايه باسف على طول اهو. شو هقول لك اهو، ريفليكشن اللي هو الاي،
وبعدين emission اللي هي الدبل اي، الاي هنا اللي هي دي الاي، وبعدين ديت الدبل اي reflection emission، وبعدين emission and reflection. لا سوري، دي الاي دي كلها على الصفر، ده الاي اهو، ده الاي ده ريفلكشن، الشمس تعكس في الميه تطلع السنسور ياخد، وبعدين ميشن فين اهو هتلاقي درجة حرارة المية بتطلع هي شعاع برضو يتعرف فين حرارة الاميشن او اميشن اند ريفلكشن اللي هي الارض، يجي شعاع ويتاخد ويطلع في الحالات اللي موجودة هنا. طبعا احنا خدنا الكلام ده وده تحت بالعربي تحت. انا عايز بقى اي حد يا جماعة لو عنده اي سؤال ولا اي حاجة يقول، ما تقلقش من الامتحان ان شاء الله خير باذن واحد احد، ما تقلقوش منه. بس ركز، حاول تقرا الكلام ده. انا حاول اخلي المهندس مؤمن المهندس قاسم يراجعوا الحاجات اللي اترفعت على LMS بحيث ان هو يستكملها لك، بحيث انك تقعد وتشوفها كويس. وطبعا يعني بتمنى لكم بقى التوفيق يعني الحاجه دي. في حد عايز يسال اي حاجه؟ يا جماعة يا مندوب مصطفى. ايوه دكتور مع حضرتك. ايه الاخبار؟ لا تمام زي الفل. هو بس الـ اخر جزئية ليش المشروحة بالعربي دي مش موجودة معانا. انا هنفحرك طبعا يا حبيبي، اذا عليك كلها هتصرف عليك ان شاء الله. طب تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. ما تقلقش ان شاء الله. تفضلوا بقى، شكرا الله، شكوا بقى ان شاء الله السنة الجاية في رابعة بقى. طب دكتور سؤال بس، هو مشروع الخرسانة المساحة بيبقى نظامه عامل ازاي مثلا؟ ياد لسه سنة بالكامل. لا ما هو احنا ممكن نغير ونغير الحاجات، ممكن نخلي فيه مشروع مساحة فيه ريموت سينسنج وفيه فوتوغرامتر. ايه رأيك؟ هنجيب درونز منين دول؟ لا مالكش دعوة، احنا اللي هنجهز لك الداتا وانت بس تقعد تشتغل. لا يعني ماله مشروع المساحة؟ لا بس بنسأل بيبقى تيمات ولا نظامه عامل ازاي، لان احنا هنبدأ ناخد المواد على اساس المشروع اللي احنا هناخد هندخله. المشروع اساسه في رابعة الترم الثاني، بس في اللائحة الجديدة في مواد بقت اختياري مثلا زي اللي هي الجي اس والهيدروغرافيك سيرفينج، فاللي هيدخل مشروع مساحة لازم ياخد المادتين دول. في ناس لو عايزة تدخل طرق فهتشوف ايه المواد الاختياري بتاعت الطرق عشان تفتح لهم المشروع كده. والمشروع بقى هيبقى كله في الترم التاني مش كده؟ ولا هيبقى بادي من الترم الاولاني؟ هو في مواد هناخدها في الترم الاولاني، بس المشروع نفسه
كويت يعني، او التقييم بتاعه في الترم الثاني ده اللي موجود في شجرة المواد، هو بست ساعات لوحده يعني، مش متقسم على ترمين. المشكلة دي يعني مثلا في ناس بس أنا مش عارف يعني، أنا أدخل مشروع مساحة يدرس جايس لي، طب ممكن جايس يبقى عام للكل كويس، مش يشترط على المساحة بس، الجايس ده ممكن بتوع الري بتوع الطرق ولا بتوع الصحية يستخدموه، ولا بتوع النقل والمرور كل شغلهم في الجايس، يعني المساحة يمكن أقلهم شوي، لكن عموما احنا مع بعضينا في الأجازة تسأل ولا حاجة هنشوف. وبعدين انت مشروع المساحة انت عارف الترديشنال، هو في مساحة وفي مساحة طرق، مساحة طرق بياخد تصميمات مع المساحة، منطقة طريق أو منطقة بيعمل لها الطرق بتاعتها وبيرفع مساحي ويبتدي يصمم الطرق بتاعتها، ده مساحة الطرق. المساحة بيبقى بيور مساحة، باخد منطقة يرفعها ويبتدي لها الخرائط بتاعتها بالكامل. معرفش يعني، أنا ممكن نحن نعمل حاجات جديدة زي DTM Digital Terrain Model، تستخدم الأقمار اللي بتقدر تولد لك السيرفس بتاع الأرض ذات نفسي، ممكن تشتغل عليها الكلام ده، بس عايز مجهود شوية في عملية التنظيم يعني. فأنا انتوا عددكم كام ده؟ حوالي 80 واحد او 85، مش كده يعني، حتى يعني المشاريع هتتخانق عليكم. هو ده حتى مش معروف بصراحة، عقبال لما نوصل سنة رابعة، احنا في الوقت الحالي اللي مسجلين اصلا خرسانة السلاب بتاعت السيستمز اللي هي بتاعت الترم ده حوالي 21 واحد، وبعد الفاينل احتمال ما نبقاش ال 21 يعني، اللي يسجل مشروع مش معروف كم واحد برضه، او اللي هيتخرجوا في السنه الجايه ان شاء الله يعني، مش برضه مش معروف، ممكن ناس كتير تتاخر. بقى ادلك على الله بقى، شوف انت هوايتك ايه ومزاجك ايه وامشي فيه وخلاص، ما تسالش يعني. دي فيها سؤال يا دكتور، اكيد مساحه طبعا. من في ايه؟ ما تفتي لها باشمهندس مؤمن. يا مؤمن. نعم يا دكتور مع حضرتك. ايوه يا دكتور موجود. الموضوع ده. الواد مصطفى ده. دكتور هم الفكرة. لا هم مسجلين مواد. ففي طلبة، في طلبة معاهم اصلا في الدفعة. ممكن عشان تسجل مشروع التخرج لازم يبقى واصل لعدد ساعات معين. فهم هيجوا السنه الجايه عشان يسجلوا المشروع، نصهم اصلا، نص ال 85 واحد دول اصلا مش هيبقى كان جاب الساعات. فهيتبقى بتاع 30 واحد دول اللي احنا هنسجل لهم المشروع، او الجي بي اي بتاعه وحش. وهم بسم الله ما شاء الله عليهم يعني، جي بي ايهم الجي بي اي بتاعهم بيتكلم عنهم. بطل احباط يا هم من الماده بتاعتي دي، كل الجي بي بتاعهم هتعدي ان شاء الله. والله يا دكتور انا بقول نعمل الموضوع ده بالعند في الباشمهندس مؤمن، ان حضرتك تخلينا كلنا نجيب ايهات واحنا ان شاء الله نذاكر ان شاء الله، ربنا يسهل ان شاء الله. يعني انت بعد ما تجيب ايه هتذاكر؟ هتحط لنا امتحان سهل واحنا نجيب فيه ده جوه ان شاء الله، هتحط لك امتحان سهل يعني ما شاء الله. الدكتور ابراهيم شكل شرح لنا كويس واحنا فهمنا، فباذن الله امتحان حلو ايه نحل فيه من الفهم اللي احنا فهمناه. يلا معلش ان شاء الله، ان شاء الله ربنا معاك يا رب.
ربنا معاك. مؤمن برضه بشوفني في السكشن كويس ربنا يبارك. ايش بلاش انت هتقلب واسر موجود ولا مش مع حضرتك يا دكتور؟ منور يا اسر والله يا بنور حضرتك والله. طب قول له كده يا باشمهندس.